السلام عليكم تلاميذ سنة ثالثة من تعليم ابتدائي في كتاب الواضح من الواضح من في النشاط العلمي التقويم التشخيصي. إذن عندنا الصفحة الثامنة من الكتاب. إذن التقويم التشخيصي: النشاط الأول أربط كل حيوان بالغذاء المناسب. عندنا الثعلب، الثعلب يتغذى بالخروف، إذن أربط الثعلب بالخروف. القط يتغذى على الفأر، أربط القط بالفأر. الطائر يتغذى على الديدان، أربط الطائر بالديدان. أما الضفدعة فهي تتغذى على الحشرات، أربط الضفدعة بالحشرات. وأخيرا الأرنب يتغذى على العشب، إذن أربط الأرنب بالعشب. النشاط الثاني: أتمم جملتين بما يناسب. تتغذى الحيوانات على أغذية من أصل نباتي، إذن تتغذى الحيوانات على أغذية من أصل نباتي. ما هي هذه الأغذية؟ إذن ما هي هذه الحيوانات؟ الحيوانات العاشبة، إذن تتغذى الحيوانات العاشبة على أغذية من أصل نباتي. وتتغذى الحيوانات اللاحمة على أغذية من أصل حيواني. النشاط الثاني: أتمم الرسم بكتابة أسماء أجزاء النباتات. عندنا هذه الصورة، نلاحظ هذه الصورة. أولا رقم واحد، ما هو؟ إذن واحد عندنا زهرة، أكتبه زهرة. اثنان تمرة، إذن أكتبه تمرة. ثلاثة ورقة، أكتبه ثلاثة ورقة. أربعة عندنا ساق، أكتب ساق. ثم خامسا عندنا جدر، أكتب جدر. النشاط الثالث: أكتب اسم وحالة المادة في كل من الكرة والفنجان والصحن. عندنا هذه كرة بداخلها هواء، إذن حالة هذا الهواء حالته غازية. إذن أولا ألف هواء وحالته غازية. ب عندنا فنجان فيه قهوة، حالة هذه القهوة حالتها سائلة، إذن أكتب القهوة حالتها سائلة. جيم عندنا علبة سكر حالة هذا السكر صلب، نكتب السكر وحالته صلب أو صلبة. النشاط الرابع: أملأ خانات الجدول بما يناسب مما يلي: خاص غير خاص، جسم شكله حجمه، نكتب هل هو خاص أم غير خاص. قلم خاص حجمه غير خاص، لأن شكله خاص لأنه لا يتغير شكله. الزيت فشكله غير خاص لأنه يتغير حسب الإناء الذي يوجد فيه، حجمه خاص. صخرة إذن هذا شكله خاص، حجمه خاص أيضا لا يتغير هذا الحجم. اللبن شكله غير خاص لأنه يتغير شكله حسب الإناء الذي يوجد فيه، أما حجمه فهو حجمه خاص أي لا يتغير حجمه. النشاط الخامس: أملأ الفراغ بما يناسب. أمارس قوة جذب لفتح الباب. أمارس قوة جذب أو
دفع إذا قوة دافع لغلق الباب. النشاط السادس، أكتب اسم الفترة المناسبة لكل وجبة غذائية. العشاء، ما هي فترته؟ المساء، إذن فترته هو المساء. الفطور، فترته الصباح. الغذاء، ما هي فترته؟ فترته هي الظهيرة أو الزوال.